راكب اللي يوم يهوي كانها هواي النداوي وارد اليابان قطع الخلية الأصرمية فوق حروف ثلاثة مغوي فيهن غاوي افك سؤار مثل الوسم في رقبته المطية اسمها الفكسار ما له لا مثيل ولا مخاوي غير مثله ما يفوقه في الكثير وفي البلية يوم يمشي في الوعر كانه على الخط متساوي يشهد انه منوة الطيب اللي جاله ادعية يوم يمشي في الوعر كانه على الخط متساوي اشهد انه منوة الطيب اللي جاله ادعية لو اسم الجيب اسم الشيخ فجحان الفراوي والله انه يستحق الاسم وينوم السمية ثم نصه ديرة الغلبة كبيرين الهقاوي ديرة الغلبة منزحت الحريب بكل هيا من ديار عتيب الهيلم بنت الجلاوي الارماح اللي حموه سبع يوم الجاهليه من ديار عتيب الهيلم بنت الجلاوي الارماح اللي حموه سبع يوم الجاهليه ثم تلفي بيت رجال يرحب باللفاوي دايما يضحك حجاجه في الصباح وفي العشيه في مشبه عود هند وفي المجالس طيب جاوي والشحم والهيل والترحيب حب ومقدرية انص عبد الله وانا مانع عن الطيب غناوي ومثل ما يلقى في ولد مصلح يبي يلقى فيه انص عبد الله وانا مانع عن الطيب غناوي ومثل ما يلقى في ولد مصلح يبي يلقى فيه اشهد انه من خيار القوم لنجات العلاوي من على جده وابوه نارهم للقوم حية يوم دقلات الجموع ويوم صوكات البداوي ما يروح لهم ذبيح ولا تروح لهم رعية محتمين ديارهم ولهم مغاوين ومهاوي لين جا حكمة سعودي من غزية في غزية واستتب الأمن تمجان السعد والخير ضاوي وسجل التاريخ بسطور الحروف الأبجدية ما بقى إلا نمدح الطيب ونخبر كل راوي يكتبون عن الرجال اللي مواقفهم قوية ما يقاس الرجل بالهندام والبشت الحساوي الرجل ينقاس بأفعاله ومد الشاذلية مثل أبو مصلح عساله عند مولانا عراوي والله إنه يعطي المحتاج من يمن صخية بالشجاعة والكرم موصوف بالعد الرهاوي له مقام عند ربعه والرجال الجنبية سلامتكم.